في صدمة أخرى مش للمحامين المرة دي بس للزملكاوية، لأن شيكابالا بعت لهم فاكس بيقول لهم يا جماعة أنا بستند إلى لوائح الفيفا، لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بالعلاقة مع النادي، وأنا بفسخ عقدي معاكم من طرف واحد. يا ترى إيه رد فعل نادي الزمالك دلوقتي حول هذه الخطوة؟ ويا ترى فين شيكابالا بالضبط دلوقتي؟ هل يحترف في أوروبا؟ هل فعلا تعاقد مع أحد الأندية؟ هل في مرحلة تفاوض مع نادي؟ كلام كتير مكتوب على المواقع الرياضية الإلكترونية، هنشوف هذا الموضوع مع عبد الفتاح أحمد وهو صحفي من موقع الزمالك اس سي. أهلا بيك أستاذ عبد الفتاح، إيه المعلومات اللي عندك عن هذا الموضوع؟ شيكابالا فين؟ اهلا بك يا استاذ معتز، اهلا وسهلا، بشكر حضرتك على المداخله دي. فضل. هو انا اراهن حضرتك ان مفيش حد في مجلس اداره الزمالك كله يعرف شيكابالا فين، وانا نفسي ما اعرفش شيكابالا فين، محدش عارف يوصل لشيكابالا خالص. هو فعلا شيكابالا بعت لنادي الزمالك فاكس امبارح عن طريق شركه التسويق اللي هو متعاقد معاها. عايز يفسخ عقده. ليه عايز يفسخ عقده؟ محدش يعرف، هو مصر ان هو يمشي ويحترف في نادي اندرلخت. عندي صوره منه بالمناسبه، وبيستند في الفاكس ده للماده 17 من لائحه الاتحاد الدولي، وبيعرض على نادي الزمالك بالمناسبه يعني ما اسماء اميكابل سيتلمنت، يعني اي تسويه مناسبه، بيعرض تسويه مع النادي. تمام، هو مدهم فرصه فعلا ان هو عايز يمشي، وان هو بيقول لهم ان انا لازم امشي وان لازم تسوي الموضوع ده، لان مش يعني عايز يفسخ عقده، لان الماده 17 يا استاذ معتز فيها جزئين، جزء اللي هو اللعيبه اللي فوق 28 سنه، وجزء اللعيبه اللي تحت 28 سنه اللي بتطبق على شيكابالا وعنده 23 سنه. طبعا بيحتل اللاعب ده اللي هو يفسخ عقده بعد ما ينتهي نص المده اللي موجوده في العقد. وشيكابالا كان عقده 5 سنين، فات 4 سنين، فاضل له سنه، يعني فات اكتر من نص المده فعلا، مقابل ان هو يسدد لنادي الزمالك ما تبقى من مده عقده، يعني اللي هي السنه اللي فاضله دي اللي المفروض هياخد فيها مليون وحوالي 100,000 او 50,000 يدفعه لنادي الزمالك ويمشي. في الوقت اللي انا بفكر حضرتك ان هم يعني نادي الزمالك دفع 990,000 يورو لنادي باوك عشان يتعاقد مع شيكابالا، في الوقت ده شيكابالا عايز يمشي بمليون و50,000، يعني حاجه بصراحه غلطه كبيره وقعوا فيها. وانا كلمت فعلا المهندس رؤوف جاسر وقال ان الفاكس فعلا وصل، وقال ان احنا دلوقتي بنكلم مازيلي، مازيلي ده المحامي الايطالي بتاعهم في الفيفا، وعلى فكره مازيلي ده اللي كان محامي نادي الزمالك في قضيه شيكابالا مع باوك. يعني طبعا عبد الفتاح دلوقتي في يعني تغطيه كده قريتها دلوقتي على موقع اليوم السابع الحقيقه بتفيد بان شيكابالا في بلجيكا خلال ايام للانضمام لنادي اندرلخت المعروف طبعا بطل الدوري البلجيكي. تمام، هو شيكابالا فعلا حصل على تاشيره دخول بلجيكا من اكثر من 10 ايام او اسبوعين، وللاسف ان المسؤولين في الزمالك عارفين الكلام ده ومحدش اتحرك، سايبينه. وللاسف الثاني برضه مدير عام نادي اندرلخت جه هنا مصر من حوالي اسبوع او اقل وحاول يقابل حد في نادي الزمالك، مفيش حد راضي يقابله علشان سوري كده يعني عايزين معلش يرفوا الراجل، فالراجل ياخد بعضه ويمشي عشان ما عندهمش نيه ان هم يمشوا شيكابالا، بس المفروض كانوا يقعدوا مع الراجل يطفشوه، يعني يطفشوا الراجل بالجيش. بيطفشوه. طب متوقع انت بما انك متابع للملف يا عبد الفتاح، انت متوقع الموضوع ينتهي ازاي؟ شيكابالا هيمشي، يعني هيمشي، هيمشي. انا اعرفه كده شيكابالا هيمشي لا بطريقه بقى ماده 17 بالفسخ عقد، بان هم يقعدوا معاه ويرادوه، لكن للاسف هم عايزين يقعدوا معاه لكن مش عارفين مكانه فين. حلو قوي. مش يرد على حد خالص خالص خالص، لان هم متهيألي انت لخصت الحكايه دلوقتي، هيمشي يعني هيمشي بطريقه او باخرى، والمهم بس انه يحصل تواصل ويلاقوا بعض، لانه الناس بتقول شيكابالا هرب، وانا الحقيقه ما احبش لعيب ونجم كبير زي شيكابالا يبقى عنده سلوك الهروب. انا بشوف ان المواجهه هنا مهمه جدا لخدمه مصلحه الطرفين وصورته امام جماهيره العريضة من عشاق كرة القدم. طيب دلوقتي في ايه؟ شكرا لعبد الفتاح احمد من موقع الزمالك اس سي. يا ترى نادي الزمالك موقفه ايه من هذا الموضوع؟ معايا كابتن ابراهيم حسن موجود في دبي في الامارات، وهو مدير الكورة بنادي الزمالك. اهلا كابتن ابراهيم. ممتاز، اهلا بيك، ازي صحتك؟ الحمد لله تمام. هتعملوا ايه على موضوع شيكابالا؟ يا ترى هتلاحقوه ولا هتحاولوا ان انتوا تخلصوها ودي، ولا ايه الاتجاه ماشي ازاي؟ هو طبعا انا سمعت المكالمه، عبد الفتاح بيتكلم، هو
هو طبعا هو عايز النادي يتشقلب، يعني الناس هتعمل ايه؟ عايز تشقلبه لما شيكابالا قال انا همشي، ولا بعد فاكس ان هو عايز يفسخ العقد؟ طب بيقول لك والناس بتاع نادي الزمالك ومجلس اداره ساكتين ومش ولا بيدوروا ولا بيعملوا حاجه. طب الناس بتاع الزمالك هيعملوا هيتشقلبوا؟ ما الراجل دلوقتي فجاه كده وانت قاعد بتلاقي بتسمع خبر غريب جدا، بتلاقي واحد ابنك طفش، بتلاقي لعيب طفش. طب يعني حدش عامل حساب الموضوع ده خالص. وبعدين عادي شيكابالا فاضل له سنه ونص، فالناس وبما فيهم انا اولهم، انا كنت ابو حسام بنحب في خلال الفتره اللي فاتت قعدنا معاه اكثر من مره عشان نعمل العقد، وهو قال انا تحت امركم وانا هقعد عشان خاطر يعني طبعا هو في علاقته كويسه بينا وبيحب نادي الزمالك وجمهور الزمالك، فكان الامور ما فيهاش اي مشكله، يعني حتى ما جابش سيره ان انا مش عايز اقعد، فكل حاجه كانت ماشيه كويسه جدا، والناس في مجلس الوزاره او وزاره الزمالك عارفين ان الامور طبيعيه. طب حصلت ما بينك وما بين شيكابالا اي اتصالات في الفتره الاخيره كابتن ابراهيم؟ انا حاولت اتصل بيه، تليفوناته مقفوله، وهو ما بيحاولش يتصل باي حد، او عملها برضو يعني في مره كنا نقعد مع بعض ونخلص الموضوع وهي الماتشات شغاله، فكان ساعتها اعتذر عشان بطنه مش عارف كان عنده برد. ايه اللي وصل الامور لكده يا كابتن ابراهيم؟ انا ما اعرفش، ده الناس كلها بتحبه جدا، يعني مجلس اداره كله بيحبوا رئيس النادي. طب ربما يكون ده طموح مشروع ليه زي اي لاعب عايز يعترف في اوروبا. تمام انا موافق، طموح مشروع، بس برضه الراجل فتح بيقول ان الناس ما حدش قابلهم، ما حدش، ما هو انا دلوقتي لما اروح اجيب من برشلونه مثلا ميسي، اقول لهم انا عايز ميسي، تمام؟ مش خلاص انا مش اكيد مش هيسيبوه، او ريال مدريد عايز من يا ريت تجيب لنا ميسي، والله ده انا ريت والله ده انا اتبسط قوي والله لو جبت لنا ميسي. عموما هو ميسي هنتفرج عليه بعد يومين في المونديال. هل ممكن ميسي عامل عقد بقى بيعمل عقود خمس سنين، هل ميسي مثلا يجي بعد ثلاث سنين يقول لك افسخ عقد مع برشلونه؟ انا عارف طبعا العقد شريعه المتعاقدين، بس في بنود في اللائحه ربما هيستند اليها شيكابالا. على كل حال بشكرك كابتن ابراهيم حسن من دبي، وبشكر عبد الفتاح احمد، وهنشوف ازمه شيكابالا دي هتتطور ازاي واحنا مع كل الملفات.